يا عمي شوف اما طلعت شوف ايش عمل هذا سلام 9 شهور ايش عمل الحمد لله ضرب صاروخ قاعد امن بيننا طلع اما طلع طلع يا جماعه طلع يا عالم ايش عمل ابو 9 شهور مخزن طلع طلع ابني كيف الله 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 زي الحين يكون في المدرسة بتحفظ قرآن مدرسة الشرعية بس خلاص أبط الله عليك يا أبا زي ما تشايف يعني هذا مخيم يأوي نازحين ناس عاديين يعني ما لهم مش لا في المقاوم ولا عندهم في اي من هذا النوع نحن نايمين امنين في بيوتنا ما شفنا الا قوات الاحتلال قامت باستهداف هذا المكان الذي يأوي نازحين واطفال وموجود فيه اطفال ونساء والحمد لله على كل شيء انا عدد افراد اسر طبعا من 7 افراد انا وزوجتي واولادي قوه الاستهداف فالولد صاب وهزع وهلع في المكان والخيمه راحت والحمد لله على كل شيء انا طبعا اكيد في منطقه امنه جالس منطقه امنه ولكن قوات الاحتلال قامت باستهداف هذا المكان بنصحى منهم بنلبس ولادنا على المدارس بنفطرهم بيطلعوا على المدرسه بيجوا بناكلهم يعني وبنشربهم ما لقيتها لا في مدرسه ولا في حاجه احنا قاعدين في المدارس فيش اماكن ندرسوا فيهم هنا قاعدين لا دوبهم على الميه على الحطب يروح يجري من هنا ومن هان حتى صار الولد الله يعزك ياخذ الحاجه على الارض يصير ياكلها من قله الاكل فيش ولا صار يعبي ميه يجري مع ابوه من هنا يروح على شغل ثاني خلوش اشي يعني اولاد لا والله اول كانوا عايشين ومكيفين هلقى زي الشي حد نشوف فيهم لا شبشب ولا نيله ولا حاجه يعني كلهم قاعدين على البلاط تيجي الابله الصبح كله قاعد على البلاط فش ولا شيء يقعدوا وفرهم بس شادر يقعدوا عليه محتاجين كل حاجه للاطفال كل شيء محتاجين انا بقيت 7 بس لما في الحرب قررت 6 راحت علي 7 في الوقت زمان كنا في مدارس نقرا في الصفوف وناخذ نص النهار هالحين في الحرب نقرا ساعه واحده القرايه زمان احسن تصحي من الصبح بتاخذ نص النهار تلبس زي المدرسة هالحين بتصحى من الصبح وكان في الصف نازحية زمان كنا المي متوفرة وكل شيء متوفر هالحين في الحرب نعبي مية ونجيب حطب والخبز كانت حياتي جميلة جدا في الدراسة لأن الدراسة كانت عبارة عن كل حياتي وأنا الآن أفتقدها كثيرا في هذه الحرب لأن الدراسة هي أساس الحياة والعلم هو الذي يبني الإنسان على تقاليده وحياته وأنا الحمد لله كنت متوفقة كثيرا في الدراسة فأدعو الله أن يعيد لنا الدراسة وبأي شكل من الأشكال. المكان هذا ما حذرتنا منه البلدية مكان لا يصلح للسكن لا يصلح على تنصب خيمة فيه لا يصلح انك تعرف تقعد اطفالك فيه لا يصلح انك تأكل فيه بس ايش بدنا نسوي لا يوجد مكان اخر ان نقوي فيه الريحة مش طبيعية مش عارف ايش نحكي احنا حذرونا طب لوين بدنا نلجأ لوين بدنا نروح قبل يومين بلدية دير البلح أصدرت بيان بأنه ضرورة إخلاء المناطق الجنوبية الغربية من دير البلح نتيجة يعني قرب موسم الشتاء في غزة حقيقة قبلنا هذا البيان بحالة من الإحباط واليأس خصوصا مع رحلة النزوح
احنا نازحين من اصلا مدينه غزه في شمال غزه، عانينا من النزوح اكثر من مره في رفح ثم في خان يونس، واتينا الى دير البلح بعد تهجير قصري لمدينه حمد من قبل جيش الاحتلال، وما لناش تقريبا يمكن اسبوعين تفاجأنا بهذا البيان. الان المصير اللي بواجهنا انه فيش بدائل لهذه المناطق، يعني كل المناطق التي تدعي الاحتلال انها انسانيه مكتظه بعشرات الالاف ومئات الالاف من الناس، وما فيش اماكن انسانيه او اماكن فاضيه انه احنا نروح عليها كمان، بالاضافه الى انه كمان قدرات الناس على عمليه النزوح والتكلفه الماليه والنفسيه والتعب والارهاق في عمليه انك تجد بديل، هذا كمان زاد الطين بله. يعني لو صارت قدر الله انه المنطقه هذه طافت، طبعا هنا المي حترتفع الى متر متر ونص، طبعا حتى حتسبب كارثه على النازحين هنا، ويمكن كمان قدر الله يعني يصير عندنا شهداء فوق ما احنا يعني. طب يعني النازحين هنا وضعهم صعب، ناس قاعدين طبعا لا على زي ما انتم شايفين على حرمات قاعدين ومغطين، لا في مثلا ما فيش مقاومات لشتاء اصلا، انه يعني لو شتاء الدنيا هذول الناس حيغرقوا هنا، فما بالك لو صار عليهم عمليه طوفان من الوادي، وين بيروح الناس؟ ما فيش مكان احنا نتوجه لهم. معظم مجرى وادي السلقه سواته ترابية، تمام، هو بحاجة إلى تعزيز هذه السواته الترابية من خلال المعدات الثقيلة اللي هي غير متوفرة في البلدية، كذلك بحاجة لتنظيف مجرى الوادي وتنظيف العبارات حتى لا يحدث تراكم للنفايات عند العبارات، وبالتالي فيضان مجرى فيضان المياه التي تدفق في الوادي إلى مناطق أخرى. كذلك ما استجد خلال هذا العام هو تواجد النازحين في منطقة صحن البركة، واللي احنا بحاجة سريعة وعاجلة إلى نقلهم الى اماكن اخرى بديله. كيف؟ حيه. ها؟ ايه ايش اسمه هذا ابو بردان؟ يوسف. بطل نزل علينا احنا غرقنا. السقفيه متهالكه. السقفيه من شرايط معموله. غرقنا، طحين هيو خرب طحين. لسه احنا المطر ما بداش، نزل يدوب خمس دقائق مطر، غرقنا في المنظر اللي انت شايفه. مش قادر، مالناش اواعي عشان نلبس، مش حياه صار اتزحلقت 100 مره، طلع الدنيا فرش هاد ارتموا كله مرميين، مش عارفين وين اروح. لسه مطر ما بدا، موسم شتاء ما بداش، احنا في شهر 9 فماك لما يجي المطر علينا احنا ايش نعمل هالقيته؟ كله احنا قاعدين نغرق، ها كل السقفيه فيش زين، انا والسما انا بكون نايم فجاه بلاقي مطر نزل علي. كيف يحد الشتاء معاك؟ وقف الحرب يعني هي اهم حاجه، تقف الحرب، تقف المعاناه، احنا بنعاني كثير، وقف الحرب عنا احنا ايش نسوي؟ طيب وين نروح احنا؟ هي اغراض ما كنا رحنا، ما بلش حاجه. يا وعيني غرقني. طلع